بسم الله الرحمن الرحيم. لما نشوفوا واحد ليكزيرسيس اخر في موديول دوبور. دونك قبل ما نبداو الخدمه ديال هاد ليكزيرسيس، حاولوا تحبسوا الفيديو وحاولوا تخدموا نتوما، ومن بعد نشوفوا الكوريكسيون. دونك قبل ما نبداو ليكزيرسيس، نحاولوا نديروا واحد التذكير بسيط ديال شنو هو الهيدروجين ويد. دونك الهيدروجين ويد هما لي زاتوم اللي كنحيدوا ليهم جميع ديال لي زيلكترون، كنخليو لهم الكترون واحد. يعني مثلا الليثيوم عنده 3 ديال لي زيلكترون، نحيدوا ليه جوج ديال لي زيلكترون، غيبقى عنده الكترون واحد. الليثيوم دو بلس، دونك حيدنا جوج ديال لي زيلكترون، غيبقى عنده غير الكترون واحد، دونك هذا هيدروجين ويد. مثلا الهيليوم، الهيليوم عنده جوج ديال لي زيلكترون، نحيدوا ليه الكترون واحد، انا ولي شارجي بوزيتيفمون. دونك هذا الهيليوم في هذه الحاله هيليوم بلس هو ان هيدروجين ويد. دونك الفورمول جينيرال ديال الهيدروجين ويد هي اكس كيف ما بغا يكون، عنده واحد النيميرو اتوميك زد، هي زد موانزا بلس. دونك هادي هي لا فورمول جينيرال ديال الهيدروجين ويد. دونك نطلب من نفس السؤال الاول، نحسبوا الانرجي اللي خاصها تابسوربا باش الالكترون ديال الهيليوم بلس يمر من ليطا فوندامونتال ليطا اكسيتي. دونك حنا ديجا شلنا بلي انه ليطا فوندامونتال هي انتيغال ا 1، و البروميير ايطا اكسيتي هي انتيغال ا 2. دونك الالكترون ديال الهيليوم موجود هنا في ليطا فوندامونتال، دونك حنا خصنا نعطي واحد الانرجي باش يطلع بروميير ايطا اكسيتي، يعني باش طرا لي ليكسيتاسيون. دونك حنا مطلوب من نفس السؤال الاول نحسبوا شحال ديال الانرجي اللي خصنا نعطيوها لهذا الالكترون باش يمشي من انتيغال ا لانتيغال ا 2. دونك دلتا او تو سامبلومون نطبقوا اللي اللي درنا في موديل دوبور، دونك هي او 2 موان او 1. دونك الانرجي نطبقوا هاد اللي اللي عندنا هنا، فوالا حقاش لاطوم ديالنا هي هيدروجين ويد، دونك ضروري خصنا ندخلو زد. دونك هي موان 13.6 فوا زد، زد الهيليوم هي جوج، دونك هي فوا جوج او كاري على ان او كاري. ان او كاري هو النيفو الثاني، دونك هي فوا جوج او كاري موان هي بلس 13.6 فوا زد الهيليوم هي جوج او كاري على واحد، دونك غتساوي دونك هي 40.8. لونيتي مهمة بزاف هي الالكترو فولت. دونك هاد الالكترون اللي كاينة في بروميير أو في بلاطا فوندامونتال خاصنا نعطي واحد الانرجي ديال 40.8 الكترو فولت باش طرا ليكسيتاسيون يطلع البروميير ايطا اكسيتي اللي هي ان ايتيغال دو. دونك بالنسبة للسؤال الثاني، مطلوب منا نحسبو الانرجي اللي خاصة تابسوربا باش هاد الهيدروجين ويد يولي ايونيزي. اول حاجه خاصنا نفهمو شنو هي اليونيزاسيون. دونك حنا كنعرفو ديما بلي، دونك حنا ديجا كنعرفو بلي الهيدروجين ويد عندهم الكترون واحد، فوالا ان هادو الهيدروجين ويد كيكون عندو الكترون واحد. دونك الانرجي ديال اليونيزاسيون هي واحد الانرجي كتطال داك الالكترون باش كيمشي بحالو، كيبقاش عندو باش كيمشي بحالو، مكيبقاش يدور على الهيدروجين ويد، الهيدروجين ويد كيبقى عندو سالي الالكترون. دونك الانرجي ديونيزاسيون هي الانرجي اللي خاصك تعطي لذاك الالكترون باش تحيدو من عندك الهيدروجين ويد. دونك الفورميل جينيرال ديال الانرجي ديونيزاسيون هي او لانفيني موان او ان. دونك علاش درنا او لانفيني؟ لحقاش ملي كنحيدو الالكترون من لاطوم، الالكترون كيمشي لانفيني، يعني ليكستيريور ديال لاطوم، كيبقاش محسوب على لاطوم. دونك بغينا نحسبو الانرجي ديونيزاسيون ديال الهيليوم، دونك نطبقو العلاقة ديالنا. انرجي ديونيزاسيون ديال الهيليوم، هيليوم بلس، دونك هي او لانفيني اللي هي موان 13.6 سور زد او كاري اللي هي جوج او كاري سور ان. ان في هاد الحالة هي لانفيني، موان هي بلس 13.6 جوج او كاري على الالكترون ديال الهيليوم كاينة في النيفو انتيغال ان، دونك على واحد او كاري. دونك بحال اللي شلنا في المات لأي حاجة على لانفيني كتساوي زيرو، دونك هادي ليميت كلاسيك، دونك هادي كتشيل زيرو، كتبقى لنا لينيرجي دوميزاسيون هي 13.6 فوا 4، دونك هي 54.4. لونيتي مهمة بزاف هي الكترو فولت. دونك الهيليوم و بيا الهيدروجين ويد ديال الهيليوم باش يفقد داك الالكترون ديالو، يعني باش يولي هيليوم دو بلس سان الكترون، خاصنا نعطي واحد الانرجي هي كتساوي 54.4 الكترو فولت. دونك السؤال الثاني مطلوب منا نحسبو الانرجي دوميزاسيون ديال الليثيوم و ديال البيريليوم. هنا كاينه واحد الخطا بسيط، هو ان هنا خاص تكون 2 بلس، هنا خاص تكون 3 بلس. دونك لينيرجي ديونيزاسيون ديال الهيدروجين ويد ليثيوم اللي هو ليثيوم 2 بلس، دونك هو او لانفيني بحال اللي شلنا قبيله موان او 1. دونك او لانفيني ديما كتساوي 0، ما نهضروش عليها، دونك هي موان او 1.
دونك هي موان او ان هي موان 13.6 دونك موان موان هي بلوس 13.6 على نومبر اتوميك او بيان نيمورو اتوميك ديال ليثيوم اللي هو 3 3 او كاري هو 9 دونك على النيفو انرجيتيك اللي هو 1 او كاري دونك لينيرجي اللي هي 122.4 الكترو فولت فوالا دونك لينيرجي دومينيزاسيون ديال البيريليوم دونك نفس الطريقه كتعاود ما كاينش شي حاجه جديده دونك هي او لانفيني مو او 1 دونك هي تو سامبلومون هي مو او 1 دونك هي بلوس 13.6 فوا نيميرو اتوميك ديال البيريليوم اللي هو 4 او كاري دونك هي 16 على 1 او كاري دونك لينيرجي هي 217 الكترو فولت دونك السؤال الرابع مطلوب منا نكومباريو اون اكسبيكيو لي ديفيرون انتر انرجيزاسيون سي 3 هيدروجين دونك كيما شفنا قبيله دونك لينيرجي دونيزاسيون ديال البيريليوم هي اكبر من ديال الليثيوم ودا الليثيوم هي اكبر من ديال الهيليوم دونك كنا نستنتجو بلي انه كل ما كبر الزيت نيميرو اتوميك كل ما لينيرجي ديونيزاسيون كتكبر نورمالمون هذا الشيء علاش كيطرا اول حاجه خاصنا نفهموا شنو هي لينيرجي ديونيزاسيون دونك افترضوا بلي انه عندنا دوز اتوم دونك هاد لاتوم عطيناها 1.2 الكترو فولت طرات لها ديونيزاسيون يعني الالكترون ديالها مشى وهاد لاتوم عطيناها 12 الكترو فولت الكترون ديالها دونك هنا 1.2 هي لينيرجي ديونيزاسيون ديال هاد لاتوم و 12 الكترو فولت هنا هي الانرجي ديونيزاسيون ديال الاتوم اللي يمكننا نستنتجو من هذه المقارنه هو انه هذا الالكترون اللي كاين هنا في الاتوم هو بلو اتيغي نوايو يعني نوايو يعني الفورس ما بين نوايو والاتوم كبيره بزاف مقارنه مع هذا هذا لا الفورس ما بين الالكترون والنوايو هي قليله يعني عطينا غير واحد الانرجي قليله للالكترون طار هذا لا هنا تعطينا انرجي كبيره بزاف عطينا للالكترون دونك الى جينا نشوفه بمنظور اخر المنظور الاول اللي حطينا قلنا في الاول بانه كل ما كيكبر الزيت كل ما كتكبر الانرجيزاسيون دونك الى جينا نشوفوا بانه الا كان عندنا بزاف ديال لي بروتون بحال في البيريون عندنا 4 ديال البروتون وعندنا الكترون واحد دونك هذا الالكترون غيكون عنده فورس الكتروستاتيك مع هذا وفورس الكتروستاتيك مع هذا وفورس الكتروستاتيك مع هذا وفورس الكتروستاتيك مع هذا بالنسبه للهيليوم عندنا جوج ديال لي بروتون دونك الالكترون غيكون فورس الكتروستاتيك مع هذا ويكون عنده فورس الكتروستاتيك كما هذا دونك هاد الالكترون باش نطيروه ديال البيريليوم خاصنا واحد الانرجي كبيره بزاف باش نفرقوا على هاد لي ليزون اللي عندهم هاد لي 4 بروتون اما بالنسبه للهيليوم عندنا غير جوج ديال البروتون دونك الانرجي غتكون قليله شي شويه مقارنه مع البيريليوم يعني كل ما كبر الزيت كل ما ديك الفورس ما بين نوايو والالكترون كتكبر يعني كل ما خصنا نعطي واحد الانرجي ديونيزاسيون كبر